التسليم. دكتور رياض الصيداوي في جنيف، واضح أن من اتخذ القرار قد هيئ المسرح بشكل كبير، وربما من سنوات طويلة ندفع ثمن الإرهاب الآن عجزا تعبا من يعني أولويات أيضا للمجتمعات العربية، من لقمة العيش إلى الاستقرار إلى الهوية الوطنية إلى آخره، كل هذه تبدو أولويات اليوم للمواطن العربي. هل يمكن في ضوء هذه الظروف البحث عن آليات جديدة نطالب بها، نظرة أو مقاربة جديدة لمسألة الغضب الشعبي واستثماره للوصول إلى الأهداف؟ بالتأكيد. أول شيء دعني أعلق على داعش، الانتصار على داعش، انتصار الجيش العراقي والحشد الشعبي العراقي والجيش العربي السوري على داعش هو هزيمة سايكس بيكو 2، هو انتصار على سايكس بيكو 2، هو انتصار على مخطط التقسيم. هذا ليس كلامي. تعرف هذه السنة نشرت كتابا بالفرنسية دي برانتون أغابا داعش، من الربيع العربي إلى داعش، والسنة الماضية على داعش. من التصريحات في 27 أكتوبر 2015 مسؤول المخابرات الخارجية الفرنسية برنار باجولي يقول بالحرف الواحد: انسوا خرائط العراق وسوريا القديمة، فثم خرائط جديدة تتشكل. إذا لم تتشكل خرائط جديدة في العراق وسوريا فانهزم سايكس بيكو 2. هزيمة داعش هي هزيمة لسايكس بيكو 2. الآن سؤالك، دور الجماهير العربية، هذا هو الأمل، هذا هو خزان الأمل. لما قلت لك أنا شاهدت حتى شباب أوروبي، حتى أصبحت قضية إنسانية، كلما نزل من اليمن إلى تونس إلى لبنان إلى العراق نزلوا صدقا، نزلوا صدقا لأنهم متفاعلين مع الوجدان. ولهذا تحدثت أن البروباغندا الهائلة، لأنه يجب أن نعرف الآن من هم أعدائنا فعلا. البروباغندا الدينية الهائلة اختفت الآن، من حرض على الجهاد ضد سوريا ومن حرض على الجهاد ضد الجيش العراقي اختفى من الساحة الآن، لا يجرح حتى على كلمة على تويتر، على صفحتي في تويتر صمت مريب ومطلق. إذن وسائل الإعلام أيضا ثم شيطنة للمقاومة الفلسطينية، ثم شيطنة للمقاومة اللبنانية، ثم شيطنة للحشد الشعبي في العراق. كل من يصمد، كل من يقاوم، وبالذات كل من ينتصر، طيب، يتم شيطنته بشكل رياض منهجي. نعم. وبشكل نسق. اسمح لي.